بسم الله الرحمن الرحيم. دي المحاضرة الأخيرة في كمبيوتر ستكشر 2، وإحنا خدنا قبل كده موضوعين. الموضوع الأساسي اللي هو كمبيوتر أريثماتكس، وخدنا فيه الأريثماتيك أند لوجيك أوبريشنز اللي في الكمبيوتر، في الفلوتنج بوينت، في البي سي دي كود، وفي الانتجر نمبر، اديشن سبتراكشن مالتيبليكيشن ديفيجن. وبعد كده الجزء الثاني خدنا الانبوت اوت سيستم، وده الجزء الثالث اللي هو الفولت تولرانت كمبيوتر. الفولت تولرانت كمبيوتر طبعا دي مهمه جدا جدا، لانه ما ينفعش يبقى كمبيوتر بيدير قمر صناعي وما إلى ذلك، ولما يطلع القمر يقول سوري الكمبيوتر عطلان مش قادرين نبعت لكم صور، أو في طيارة ماشية في الجو ونقول الكمبيوتر بتاع الكنترول بتاعها مش قادر ينزلها أو مش قادر يطلعها وما إلى ذلك، أو حتى التليفونات. التليفونات ما ينفعش السويتشنج سيركت بتاعت التليفونات تعطل، وبالتالي نقعد يومين ثلاثة لغاية ما يصلحوا الكمبيوتر سيستم بتاع التليفونات. ودي حاجات كتيرة جدا 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 محتاجة في التصميم بتاعها فولت تولرانت كمبيوتر. طب ما هو كلمة، ما معنى كلمة فولت تولرانت كمبيوتنج؟ هنتناول الكلام ده دلوقتي حالا. ما كلمة fault tolerant computer معناها the ability of computer to execute specified program، برنامج محدد correctly يعني صحيح، regardless of the hardware failure or program error. مقدرة الكمبيوتر على العمل بطريقة صحيحة رغم وجود أعطال في الهاردوير أو في البرنامج، أو في البرنامج اللي بيشغل. طبعا ده كلام محتاج الشغل شوية، ازاي الكمبيوتر رغم وجود هاردوير فيلير وفي بروجرام ايرور الا انه يستخدم ينفذ الجوريزمز كوريكت. قبل ما ندخل في الكلام ده ونشوف هيتم ازاي الكلام ده، هنشوف انواع الفيليرز اللي بتحصل في السيستم. الفيلر اللي بتحصل في السيستم اول نوع من انواعها، يا اما فيلر في الهاردوير يا اما فيلر في السوفت وير، زي حتى من التعريف regardless of hardware failure or program error. يبقى اذا الفيلر يا اما في الهاردوير يا اما ايرور في البرنامج، وبالتالي الفيلر اللي في السيستم يا اما في الهاردوير يا اما في السوفت وير. وتقريبا ده كلام منطقي جدا، الكمبيوتر عبارة عن هاردوير وسوفت وير، في عطل في الهاردوير يبقى ده مشكلة، في عطل في السوفت وير أو في خطأ في السوفت وير يبقى ده مشكلة، يبقى المشكلة بتاع الكمبيوتر يا تنحصر يا في السوفت وير يا هاردوير، ما عندناش في الكمبيوتر حاجة غير الاثنين. والحتة اللي احنا قلناها احنا محتاجينه ايه؟ للسبيس كرافت كنترول، تليفون كنترول وما إلى ذلك، الساتلايتس، حاجات كتيرة جدا ما ينفعش الكمبيوتر اللي فيها نقول ده هو عطلان النهاردة أو هناخد في إصلاحه 3 4 أيام، ما ينفعش كده. طبعا السوفت وير الفولتس محدش بيتكلم فيه خالص، لأن ده برمجة وكلام ده كله، لكن هارد وير يقدروا يعملوا له موديل، ماثيماتيكال موديل وبروبابيليستيك موديل، وبالتالي اللي احنا هندرسه هندرس فيه الهاردوير فيلير بس. اما السوفت وير ده بيعتمد على مقدرة المبرمج والالجوريزمز اللي بيشتغل فيه، وفيه ليها حلول بس ما تبقاش حلول تقليدية، يعني ما فيش معادلات وحاجات زي كده بحيث نحل بيها مشكلة البرنامج او نعمل statistics على اخطاء البرامج، لان اخطاء البرامج دي بتعتمد على مهارة المبرمج والالجوريثم اللي بيستخدمه، ودي طبعا غير قابلة للدراسة. أول ما نتكلم على الهاردوير فيلير يبقى نتكلم على حاجة اسمها redundancy. الريدندنسي دي معناها إيه بقى؟ معناها لو عندي كمبيوتر كومبوننت فيلد its duty must be taken over other faulty free computer of the system، component of the system.
يعني لو عندي عطل كومبوننت عطل في السيستم وظيفته يقدر يقوم بيها عضو تاني او عنصر تاني في السيستم مش عطلان، وبالتالي الكومبوننتس تحل محل بعضها، وهو ده الريدندنسي. الريدندنسي حاجات موجودة ريدندنت، يعني احتياطي، موجودة احتياطي، بحيث لو حاجة عطلت حاجة تحل محلها فورا، وبالتالي السيستم يلانه شغال. ده الشرط. الكومبوننت اللي تحل محلها لازم تكون ايه؟ داخلة في السيستم لتحسين الريلابيليتي، لتحسين الضمانية، لتضمن ان السيستم مش هيعطل، ولكن ما بتدخلش في البرفورمانس، ما بتدخلش في كفاءة السيستم. يبقى اذا الكمبيوتر الكومبوننت الريدندنت دي عبارة عن كومبوننت محطوطة للسيستم لضمانية استمرارية العمل، وليس لزيادة الكفاءة، وليس لزيادة الكفاءة. لو كومبوننت داخل في زيادة الكفاءة دي ما ينفعش، ما ينفعش يبقى ريدندنت. ريدندنت احتياطي، ولا يعمل على زيادة كفاءة السيستم. احتياطي ولا يعمل على زيادة كفاءة السيستم. يبقى الريدندنسي، يبقى أول تعريف قابلناه كلمة الريدندنسي. وين الكمبيوتر فيلز، when a component fail its duty must be taken over other faulty pre-component of the system. بشرط ان الكومبوننت اللي هيدخل في الخدمه هنا ده داخل ليه بقى؟ لتحسين الريلابيليتي الضمانيه، لتضمن ان الشغل الجهاز هيشتغل سليم، وليس للبرفورمانس، وليس للكفاءه. يعني الكومبوننت ما بيزودش السرعه، ما بيزودش، ما بيحسنش الأداء، لا، ده هو بيضمن بس، محطوط احتياطي علشان ضمان استمرارية العمل. طيب الريدندنسي موجودة في ليها كاتيجوريز، وهي كاتيجوريز. أول حاجة هاردوير ريدندنسي، هاردوير ريدندنسي يبقى مالتيبل كوبوس اوف كريتيكال هاردوير كومبوننت ار ان ريدوس. يبقى إذا في الهاردوير ريدندنسي كومبوننت موجود احتياطي، اكتر من واحدة احتياطي، بحيث واحدة تحل محل الثانية، واحدة تحل محل الثانية في حالة الاعطال، وده اسمه هاردوير ريدندنسي. مالتيبل كوبوس اوف كريتيكال هاردوير كومبوننت ار ان ريدندنسي. كمان بيبقى في السوفت وير، الكاتيجوري الثانية ريدندنسي في السوفت وير. في السوفت وير سيفرال alternative بروجرامز فور كريتيكال اوبريشن ار انتروديوست. يبقى اذا البرنامج اللي عندنا، لو في برنامج في لو بينفذ حاجه معينه، البرنامج ده ليه برنامج بديل، بحيث لو في مشكله في البرنامج الاول السيستم اوتوماتيك ينفذ البرنامج البديل. ده مش واحد بس، ده سيفرال، اهي سيفرال برامج بديلة كتير، برنامجين ثلاثة أربعة بديلة للبرنامج الأساسي. البرنامج الأساسي يتنفذ، حصل فيه خطأ ينقل الكمبيوتر على البرنامج البديل، بحيث السيستم يدنه شغال. ده اسمه سوفت وير ريدندنسي. الحاجة الثالثة انفورميشن ريدندنسي. انفورميشن ريدندنسي، واحنا الانفورميشن واحنا بندخلها السيستم، بندخل عليها ايرور ديتكتنج كود وايرور كولكتنج كودز. ودي تقريبا يمكن خدنا منها البارت تشيكود في اللوجيك زمان، بحيث تقدر تكتشف المشكلة في الكودز وتقدر تصلحها. الحاجة اللي بعدها في الكاتيجوري اللي بعدها في الريدندنسي اللي هي التايم ريدندنسي. تايم ريدندنسي Repeating critical operations several times are introduced during the program execution. في أثناء تنفيذ البرنامج critical operation بيعيدها مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، عشان يتأكد إن النتيجة بتاع المرة الأولى زي الثانية زي الثالثة زي الرابعة، وما فيش مشكلة عنده في الشغل، ما فيش مشكلة في الشغل. يبقى الكاتيجوري بتاع الريدندنسي فيها أربعة: هاردوير وسوفتوير وإنفورميشن وتايم ريدندنسي. زي ما اتفقنا الهاردوير السوفتوير ما فيش مشكلة، ما أعرفش أدرسه لأن ده مهارة المبرمج والألجوريثم اللي بيستخدمه. إنفورميشن ريدندنسي ده سيستم فيه أورر ديتكتنج وكوريكتنج كود، ده سيستم بيشتغل. تايم ريدندنسي ما فيهوش مشكلة خالص. يبقى إحنا اللي هندرسه دلوقتي الهاردوير ريدندنسي. هاردوير ريدندنسي
لان ده اللي اقدر اعمل له موديل واقدر اشتغل عليه. الهاردوير الراندم سي بي اس بينقسم لقسمين او تو ابروتش. القسم الاول اسمه ستاتيك ريدندنسي والقسم الثاني اسمه دايناميك ريدندنسي. ستاتيك ودايناميك، حتى من كلمه ستاتيك ودايناميك، ستاتيك معناه ايه؟ حاجات ثابته. يبقى اذا ستاتيك ريدندنسي بضيف كومبوننت ريدندنت في السيستم احتياطي وتبقى بيرمننت بارت من السيستم، بيرمننت ملحومه في جوه السيستم، يعني جوه السيستم 2 3 سي بي يو، بحيث لو واحد عطل التاني يحل محله على طول. 2 3 ميموري، والمعلومات المسجله في الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، بحيث لو الميموري الاولى فيها مشكله ينقل على طول على الميموري الثانيه وفيها نفس المعلومات، وبالتالي ده اسمه ايه؟ ستاتيك ريدندنسي. لو في مشكله ينقل على الثاني اوتوماتيك. ودي تستخدم في ايه؟ ماسك الايرور سيجنال جنريتد باي فيلر كومبوننتس، بتحجب الخطأ نتيجة عطل في مكون من مكونات، لأن الأجزاء دي موجودة إيه؟ موجودة redundant، موجودة من permanent part من السيستم، permanent part من السيستم. وبيقول لك لو أنت عايز تكتشف عطل في كومبوننت معين، أقل حاجة تحط فيه 3 منه، أقل حاجة تحط 3 من نفس الكومبوننت. تحط 3 من نفس الكومبوننت او اكتر من 3، بس ما يقلش عن 3. وهنشوف ما يقلش عن 3 ليه في الشريحه اللي جايه. لو احنا حطينا ان كومبوننت ان ريدندنت كومبوننت، يبقى اذا السيستم بتاعنا بيسمى ان موديلر ريدندنسي. طبعا اقل حاجه 3، يبقى 3 اسمه تريبل تي ام ار، تريبل مودولار ريدندنسي. هنشوف التريبل مودولار ريدندنسي ازاي بيكتشف العطل في يونت واحد. لو اعتبرنا الثلاثة تريبل مودولار ريدندنسي، الشكل بتاعه اللي قدامنا ده، اليونت الواحدة منها ثلاثة، أقل حاجة 3 أو أكتر. ده بتعتمد على نظرية اسمها الماجوريتي فانكشن. الماجوريتي فانكشن، تعال نتخيل ان نفس البرنامج بيدخل على اليونت الاولى واليونت الثانية واليونت الثالثة. اليونت الاولى بتطلع الخارج بتاعها اكس واحد، اليونت الثانية بتطلع الخارج بتاعها اكس اتنين، اليونت الثالثة بتطلع الخارج بتاعها اكس تلاتة. وطبعا لو السيستم ده سليم، يبقى اكس واحد زي اكس اتنين زي اكس تلاتة، التلاتة دول زي بعض لان نفس الانبوت داخل عليهم هما. وده يو تلاتة يونت، كل واحدة بتطلع اكس بتاعها، وبالتالي اكس واحد يساوي اكس اتنين يساوي اكس تلاتة. بيبقى في عندنا ديسيجن ايليمنت. الديسيجن ايليمنت بيعمل ايه؟ بياخد الخارج بتاع اليونت الاولى والخارج بتاع اليونت التانية والخارج بيعمل التالتة، ويعمل منهم حاجة اسمها الماجوريتي فانكشن. ياخد اكس واحد اكس اتنين اور اكس واحد اكس تلاتة اور اكس اتنين اكس اربعة. ازاي دي مش جمع؟ لا ده اور، ما احنا عارفين الكلام بتاع اللوجيك ودول. طيب لو فرض ان السيستم اكس واحد اكس اتنين زي بالظبط اكس واحد اكس تلاتة زي اكس اتنين، لان دول كلهم زي بعض ما فيش مشكلة خالص. طب تخيلنا ان اليونت الاولى عطلت وخرجت لي ايرور، بس اكس واحد اللي هو لونها احمر ده، تاثيرها ايه على الماجوريتي فانكشن؟ تاثيرها ايه؟ يبقى اذا المعادله اللي كانت اكس واحد اكس اتنين واكس واحد اكس تلاته واكس اتنين اكس اربعه اللي هي بالاسود دي، اصبحت فيها اكس واحد بالاحمر، لان اكس واحد انتجت ايه؟ انتجت خطا، اللي هو دي، لان اليونت الاولى دي عطلت. يبقى اكس واحد اكس اتنين واكس واحد اكس تلاتة او اكس اتنين اكس تلاتة، يلاقي قيمتين زي بعض اللي هما دول وقيمة مخالفة ليهم. طب القيمتين اللي زي بعض دول الماجوريتي فانكشن تقول لك ايه؟ ايه العامل المشترك بين القيمة دي والقيمة دي؟ القيمة دي والقيمة، ايه العامل المشترك بينهم؟ اكس واحد. يبقى اليونت بتاع اكس واحد هي اللي عطلانة،
وبالتالي يستبعد الإكس واحد وياخد الخارج بتاعه يا إما من إكس اتنين يا إما من إكس تلاتة، يا إما من إكس اتنين يا إما من إكس تلاتة. وبالتالي أنا شايف السيستم سليم مع إن إكس واحد عطلت، إلا إن أنا مش شايفها. ليه؟ لأن أنا لسه واخد الخارج سليم يا إما من إكس اتنين يا إما من إكس من يونت اتنين يا إما من يونت تلاتة. ويمكن نقدر نشوف العيب بتاع الكلام ده، إن الإيرور يونت ماسكد، ماسكد يعني محجوبة، ما بشوفهاش ما بشوفهاش، وده عيب. إمتى يحصل عطل؟ لما يونت كمان اتنين تحصل، الديسيجن سيركت مش عارفة تحدد، وبالتالي يبقى عندنا السيستم وقف خالص، ويبقى ده أحد العيوب. يبقى عيوبه إيه بقى؟ إن الإيرور ماسكد أنتل ذا أول سيستم بريكس داون. يبقى إذا نقدر نقول في الاستاتيك ريدندنسي ميزته إيه؟ إن ما بشوفش الإيرور. عيبه إيه بقى؟ إن السيستم هيفضل يشتغل سليم لغاية ما ألاقي السيستم عطل. أول ما ألاقي السيستم عطل هلاقي إكس واحد كانت خرجت من زمان، وإكس اتنين طلعت دلوقتي، وإكس تلاتة مش عارف إيه، أبص تلاقي كل السيستم خربان، كل السيستم خربان، وده عيب الاستاتيكال دمب. طيب اللي ممكن نعدي على بتتم بثلاث ديناميك، يعني إيه؟ يعني حاجة فيها إصلاح وإعداء وإعادة يعني شغل ديناميك يعني. يبقى إذا دايناميك ريدندنسي بتعدي على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى فولت دايجنوزس، يبقى إذا في برنامج بيتم بحيث يحصل فولت ايزوليت الفولت إلى ريبليسابل أو ريبيلابل يونت، جزء نقدر نشيله ونحط مكانه جزء سليم، أو نقدر نصلحه ونرجعه تاني مكانه. ودي المرحلة الأولى اسمها إيه؟ فولت دايجنوزس. المرحلة الثانية اللي بيعدي فيها فولت إليمينيشن، فولت إليمينيشن أو يبقى أول حاجة حددنا اليونت العطلانة، الدياجنوسيس تشخيص العطل، تشخيص العطل. طب خلاص حددنا اليونت العطلانة، أعمل بقى فيها حاجة من ثلاثة، يا إما أصلحها، يا إما أجيب يونت تانية أحطها مكانها ريبليسنج بسبير 1، يا إما أتلافى الشغلانة بتاعتها اللي كانت الحاجة اللي كانت بتعملها نلف عليها شوية نخليها. يبقى حاجة من ثلاثة، يا إما أصلحها ريبير وأرجعها تاني، يا إما ريبليس أحط مكانها واحدة جديدة، يا إما لوجيكالي ريكونفيجرينج ذا سيستم أراوند ذا فولت، يا إما نتلافى تأثيرها. بعد كده ريكفري، ريكفري بعد ما صلحت الوحده ورجعتها مكانها تاني او حليت محلها او ما الى ذلك، اعمل ريكفري للسيستم، اتاكد ان السيستم شغال كويس زي ما اي حد بيصلح اي حاجه. لو رحت حتى التلفزيون بتاعك او الكمبيوتر مصلح، بعد ما تصلح وتعمل ايه اول خطوه تعملها ايه قبل ما تستلمه وتجربه؟ ما هي الريكفري تجربه الجهاز، وتتاكد ان الجهاز سليم بعد ما صلحت العطل اللي كان فيه. الثلاث خطوات دول موجودين قدامنا في الجراف اللي هو الافيلابيلتي. الافيلابيلتي معناها الاتاحيه. الديفايند از ذا بيرسنتج اوف بوليشن لايف اوف ا سيستم ديورنج ويتش ات از نوت ديسيبل باي فول. الاتاحيه معناها النسبة المئوية من عمر الجهاز، النسبة المئوية من عمر الجهاز، إن نقول الجهاز ده ما عطلش بنسبة 99% من عمره. إذا كان عمر الإلكترونيك كومبوننتس 15 سنة وعطل فيها ساعتين ثلاثة، يبقى الأفيلابيليتي بتاعته عبارة عن 15 سنة ناقص ساعتين على 15 سنة، نسبة مئوية من عمر الجهاز اللي الجهاز during which it is not disabled by fault، اللي ما خرجش من الخدمة فيها نتيجة عطل. الحاجة التانية اللي بنقيس بيها التورنس بتاع الفولت تورنس الريلابيليتي، الريلابيليتي is the probability the system surviving.
احتمالية الجهاز بيشتغل function correct for a period of time t. يعني لو عندنا في 10 سنين احتمالية الجهاز ده اشتغل صح في 10 سنين 99%، يبقى إذا الـ reliability بتاعته 99%. والـ reliability تساوي إيه بقى؟ عدد الوحدات السليمة، عدد الوحدات السليمة عند الـ time t على عدد الوحدات عند الـ time 0. الـ time 0 اللي هو وقت إنتاج الجهاز، وقت إنتاج الجهاز. يبقى إذا الـ reliability تساوي n of t على n of 0، حيث n of 0 إيه؟ عدد وحدات الجهاز أو عدد number of cubes، و n of t عدد الوحدات اللي شغالة عند الـ time t. ويبقى الـ reliability بتتحسب على الزمن. يعني نقول الجهاز ده ريلابيلتي بعد 3 سنين، ريلابيلتي بعد 5 سنين، ريلابيلتي بعد 10 سنين، وهكذا. الحاجة اللي بعدها اللي بنقيس بيها الفير ريت، معدل الأعطال، ان اوف زيرو ماينس ان اوف تي على الزمن تي، وده طبعا ديفاين ذا فراكشن اوف يونت فيلد بير يونت تايم، عدد الوحدات اللي عطلانة بوحدة الزمن. يبقى إذا المقاييس عندنا واحدة من الثلاثة دول، الافيلابيليتي او الريلابيليتي او الفيلير. لما ناخد الريلابيليتي بتاع السيستم، لو عندي اي سيستم فيه كومبوننتس موجودة، الكومبوننتس الموجودة بتتوصل يا اما سيريز ستراكشر يا اما بارل ستراكشر يا اما هايبرد، طبعا سيريز وبارل. لو عندي سيريز ستراكشر للسيستم، اليونت الاولى الريلابيلتي بتاعتها R1، اليونت الثانيه R2، اليونت الثالثه R3، لغايه اليونت النمبر N Rn. امتى السيستم ده هيبقى سليم؟ الريلابيلتي قلنا احنا عباره عن ايه؟ البروبابيلتي ان السيستم شغال. يبقى امتى السيستم اللي متكون من N يونت يبقى شغال؟ ايوه اليونت يبقى شغال لو الاولى شغاله and الثانيه شايف، لان ايه؟ توالي، يعني دي بتسلم دي ودي بتسلم دي ودي بتسلم. يبقى الأولى شغالة and التانية شغالة and التالتة شغالة and نمرة n شغالة، يبقى عبارة عن حصر ضرب من i تساوي 1 ل i تساوي n r i، لأن الأولى شغالة and التانية شغالة يبقى حصر ضرب، and التالتة شغالة يبقى حصر ضرب، and الرابعة and الخامسة and لغاية and n. ويبقى الريلابيلتي بتاع السيستم حاصل ضرب ايه؟ باي من اي تساوي 1 لاي تساوي ايه؟ من 1 ل ان ار ار. التركيبة الثانية البارل ستراكشر، البارل ستراكشر ار 1 ار 2 ار 3 لغاية ار ان. طب ان السيستم ده امتى يبقى شغال؟ لو أي واحدة من دول شغالة، الأولى شغالة أو التانية شغالة أو التالتة شغالة أو الرابعة شغالة أو آخر واحدة شغالة، يبقى السيستم ده إمتى يبقى شغال؟ لو أي واحدة من شغل أو اتنين أو تلاتة أو أربعة، وبالتالي مش هعرف أحسب. إحنا نقدر نقول الحساب بتاعه هنغيره شوية، هنغير تكتيك الحساب شوية. نقدر نقول إمتى السيستم ده يبقى عطلان؟ امتى السيستم يبقى عطلان؟ لما كل وحداته عطلانة. يبقى امتى السيستم يبقى عطلان؟ لما كل وحداته عطلان. وبالتالي نقدر نقول السيستم عطلان امتى؟ لما الأولى عطلانة and التانية عطلانة and التالتة عطلانة and لغاية، مش احنا قلنا R ده reliability؟ يبقى اذا reliability انه سليم اسمها RI. طب عطلان ايه؟ واحد ناقص ار ار. يبقى امتى السيستم يبقى عطلان؟ لما الاولى عطلانه اند الثانيه عطلانه اند الثالثه اند، يعني ايه هنا في الضرب؟ يبقى اذا السيستم يبقى عطلان باي من اي تساوي 1 لاي تساوي ان، واحد ناقص ار اي، لان ار اي يبقى سليم، واحد ناقص السليم يبقى ايه؟ العطلان. ويبقى الحته دي تقول لي امتى السيستم يبقى عطلان؟ طب امتى السيستم يبقى سليم؟ واحد ناقص السيستم يبقى عطلان، لان دي كلها probability، لان العطلان زائد السليم بواحد. طب يبقى عندي العطلان موجود، يبقى السليم ايه؟ واحد ناقص. يبقى اذا الريلابيلتي بتاع البارل سيستم
واحد ناقص باي من اي سواد كذا، واحد ناقص اربعة. طيب انا ما عنديش سيستم اسمه بيور باريل او بيور سينجل، احنا عندنا سيستم بيبقى هايبريد، حاجات موجودة باريل وحاجات موجودة سيريال، ما فيش مشكلة. يعني نيجي زي السيستم ده دول باريل ودول ثلاثة باريل كمان، وده واحدة لوحدها مش باريل ولا حاجة، واليونت الأولى واليونت الثانية واليونت الثالثة سيريال مع بعض. طب الريلابيلتي بتاع سيستم زي ده ايه بقى؟ نقدر نقول الثلاثة البارل دول واحد ناقص ار، واحد ناقص ار لانهم كلهم زي ما قال لك هنا الريلابيلتي كلهم ذا سيم، بتاع كل يونت ذا سيم، واحد ناقص ار اس 4. طب اليونت بتاع الديه واحد ناقص ار اس 3، لان دول ثلاثة ودي ار. نضرب الاولى لان الديه توالي مع المجموعة دي، توالي مع المجموعة دي، يبقى نضرب بتاعة الأولى في بتاعة الثانية في بتاعة الثالثة، ويبقى ده السيستم الريلابيلتي بتاع السيستم. في شوية مسائل عندنا هم أو أسئلة، شوية تعريفات الريدندنس مش عارف إيه، وفي سيستم قدامنا أهو موجود فيه حاجات بارل وحاجات سيريال، والفرع السيريال ده مع دي بارل ودي سيريال ودي سيريال مع الكلام ده كله. وقال لك الريلابيلتي ثابتة في كلهم 9 من 10، احسب الريلابيلتي بتاع هذا السيستم. يعني طبعا كلكم تعرفوا تحسبوها وما فيش مشكلة. ويبقى احنا خلاص ده اخر حاجة في الكورس. طبعا اللي خريج خلاص ما فيش مشكلة هيمتحن، اللي مش خريج هيقدم بحث في المواضيع هننزلها لكم، بس المواضيع تخص المقرر بس، يعني تخص الارثماتيك الكمبيوتر ارثماتكس، تخص الانبوت اوت سيستم، تخص الفولت تولرنس سيستم، والمواضيع دي كلها هتعملوا سيرش في النت وتجيبوا مواضيع لها علاقة بهذا الكلام، بس تكتبها باسلوبك، لان في هيعملوا معيار النقل في بحيث تكتب باسلوبك، لان البحث اللي انت هتقدمه البحث يتوقف عليه نجاح وسقوط. يمكن زي ما انت عارفين قرار الوزير، البحث لو اترفض مرة هيعاد مرة تانية، ولو اترفض بالمرة التانية الطالب هيعتبر وسقوط. والأبحاث المنقولة مرفوضة، الأبحاث المنقولة مرفوضة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.